يو كان تشيو مينا سان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هلا باي كورت از هير هاف بكم في قناتنا علي كورت. لم تضع لايك فما تضع لايك لم تضع سبسكرايب فما تضع سبسكرايب تكون من كورت فاملي. هيا على بركه الله سوف نبدا بالمقطع التقني وسوف نبدا بالخبر الاول الذي سوف نتحدث عنها الانطلاق الرسمي للاوبو رينو والاوبو رينو برو. لم نرى النسخه اللايت بعد لكن اتمنى ان يخرجوها. أظن أنها النسخة التي سوف تكون الأوبو إف 11 النسخة العادية، لا أدري لأن عديد من الشركات تأخذ اسم وتضع في البلد آخر اسم آخر كشاومي ريدمي نوت 5. في الصين يوجد ريدمي نوت 5 اي اي ونوت 5 برو، في عندنا نحن النسخة العادية فقط. المهم لا نتطرق لهذا، سنتحدث في فيديو خاص لماذا تتغير كل هذه الأسماء. كنت سأسقط. المهم سوف نبدأ بالنسخة العادية من رينو. سوف يكون له سناو دراغون 710 مع كاميرا ثنائية 48 ميجا بيكسل و 5 ميجا بيكسل ديبس أو فيلد أو سوفت بورتري، و الكاميرا الأمامية سوف تكون 16 ميجا بيكسل مدعومة بفلاش أمامي، وسوف تكون الشاشة 6.4 إنش أموليد، وسوف تكون فول فيو ديسبلاي، يعني سوف تكون شاشة واسعة النطاق. البصمة سوف تكون في الشاشة، والبطارية سوف تكون 3765 ميلي أمبير، و يدعم الشحن فوك تشارجين 3.0، وسوف يكون سعره نسيت، لم أرى السعر حقيقة، ولم أرى السعر حتى للنسخة البرو لأن لم يعلن عن أسعار العالمية، فقط أعلن عن الهند ب 4999.000 روبيز أو ماذا، لا أعرف اسم العملة الهندية. المهم والنسخة البرو سوف تحمل شاشة 6.6 إنش فول فيو ديسبلاي، سوف يكون له بصمة في الشاشة وبوب أو كاميرا 16 ميجا بكسل أمامية، والخلفية سوف تكون ثلاثية ب 48 ميجا بكسل و 13 ميجا بكسل زوم أوبتيكال زوم 10X كما رأينا في التسريبات عن الهاتف الذي رأينا العديد من التسريبات عنه، ورأيت أن المؤتمر نفس شكل الكاميرات. المهم فول فيو ديسبلاي مع بوب أوب كاميرا كما قلت لكم، وسوف يكون غير مدعوم بفلاش أمامي، وسوف الرياح تغشي عن الصوت. المهم البطارية سوف تكون 4065 ميلي أمبير، ولا معلومات عن السعر كما قلت لكم، وننتظر أن ينزل في البلدان العربية. قد أذهب إلى أماكن تجمع الهواتف حيث أرى العديد من الهواتف، ذهبت إليها، كان هناك فلوغ، كنت سأذهب إلى أحد المدن التي، المهم ذهبت إلى أحد معارض الهواتف و صورت العديد من الهواتف وقلت الخصائص، لكن الفلوق لم ينزل. كان سيكون أول فيديو في القناة، وكان سوف يكون أول فلوق في القناة، لكن الفيديو الأول كان مذلبس، وكان هو أكبر فيديو في المشاهدات حيث وصلت مشاهدته 1298، قد يكون أن وصل إلى 1300، لا أدري. وسوف ننتقل إلى الخبر التالي. انتظروا، قبل أن ننتقل إلى الخبر التالي سوف أعرض لكم الصور. الخبر التالي حيث سوف نتحدث عن الهاتف الذي سوف ينزل من شركة ون بلس، والذي هو الون بلس 7، وسوف يكون له كل خصائص الأوبو آر 17 برو أظن، ليس ما عدا الكاميرا، ما عدا
فتح العدسة المتغيرة التي في الـ R17 Pro. المهم الهاتف سوف يحمل 48 ميجا بكسل كاميرا خلفية و سناب دراجون 855، وهذا صار لجميع عشاق سناب دراجون عشاق ون بلس، وسوف يحمل كاميرا ثلاثية، يعني الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل، الكاميرا 22 ميجا بكسل وايد أنجل، الكاميرا الثالثة وهي 5 ميجا بكسل أظن، وهي اللي ديبث أوف فيلد. نسيت الأوبو رينو سوف يحمل كاميرا ثالثة 8 ميجا بكسل خاصة بالعمق. هذه معلومة لأنني نسيت أنقلها في المقطع السابق، لأن اليوم الأربعاء والبارحة كان الثلاثاء، وأنا وضعت الفيديو الخاص بالأوبو رينو يوم الثلاثاء، آسف. المهم لقد رأينا التسريبات، وسوف يكون له جسم زجاجي كله زجاجي مع شاشة فول فيو، ولكن سوف يكون له بوب أو كاميرا مثل الأوبو F11 برو. أرى أن شكله مثل F11 برو لكن فقط بعض التغيرات. المهم هذا ما رأيته أنا في التسريبات، وسوف يكون السعر من 6 جيجا رام إلى 128 سوف يكون 594 دولار، ولا معلومات عن النسخ الأخرى والألوان الأخرى سوى أننا رأينا التسريبات باللون الأسود. وهذه هي عادة ون بلس، أعرض لكم الصور الآن. وصلت بتسريب غريب أن هذه هي النسخة التي سوف تحمل شاشة كاملة، هي النسخة البرو وسوف تكون لها إتش. لا أدري ماذا سوف يكون الوان بلس 7، يعني سوف نسميها الآن عائلة وان بلس 7، سوف تكون النسخة التي بعده بشهرين أو ثلاث. المهم سوف يخرج النسخة البرو منه والفايف جي في نفس الوقت. لا أدري ما سوف يكون الوان بلس 7 العادي على حاله، لأن البرو سوف يكون فيه كل شيء، قد يكون شاشة أصغر أو نوعية LCD لا أدري، ولكن يجب أن تحذر ون بلس في السعر، لأن هو السعر والذي يلعب فارق كبير، فالسعر عند الوان بلس يجب أن يبقى ثابت ولا يجب أن يزداد أكثر من اللازم، يجب أن ينقص أو يكون على حاله. فوان بلس تعطيك تجربة مفيدة، ولكن نحن نشتريها، لست نحن يعني أنا بل أنتم تريدون أن تشترونه، تريدون السعر. وسوف ننتقل إلى الخبر التالي، وسوف ننتقل إلى الخبر التالي، حيث رأينا في الإنستغرام، ليست إشاعة بل أحد الشركات التي ليست معروفة كثيرا في السوق، لكن يعني كنت أعرفها لكن كنت ظالما لها، اسمها يونيفرسال. لقد كنت ظالما لها لأنها كنت أرى أن الهواتف الصينية ليست جيدة إلا هواتف هواوي وشاومي والأوبو، هذا ما كنت أعرف. لكن عندما زادت معلوماتي رأيت أن هذه الشركة لديها خصائص خارقة جدا، لأنها سوف تعلن لنا على هاتف لديه جميع ترندات الهواتف الذكية. سوف أريكم الآن الصورة لهذا الهاتف. الهاتف كما رأيتم جنون جنون جنون، الهاتف خارق لا مثيل له، وأعلن عنه بالطبع، ولن يعلن عنه، فقد رأينا الشكل التصميم، لم نرى الخلف، لكن عندما حسبت أنا الكاميرات الأمامية رأيت أن الكاميرات الأمامية مجموعة هو 8 كاميرات، لا أدري ما وظائفها، قد تكون فقط هناك كاميرا واحدة أو كاميرات التي فقط الآخرون فيك، لا أدري، قد يكونون سنسورات وخاصة بالتريدي لفتح قفل بالفيس اي دي. وهذا ما رأيناه في التسريبات، وأتمنى أن يكون الهاتف غير صحيح، لأننا هربنا من النوتش الكبيرة، انظر إلى تلك النوتش والبزل فوق التي فوق في أسفل. هذا ليس في هاتف بيزلس أو لا يستحق حتى أن يكون فيه نوتش،
المهم هذه ما رأيناه، وسوف يكون له كيبورد بلاك بيري، ما زال له قليلا ويضع قلم الاسبن في هذا الهاتف. تعرفون ماذا أقصد. وأنا ننتقل إلى الخبر التالي، وننتقل إلى الخبر التالي حيث سوف نتحدث عن تسريب ليس تسريب بل إعلان عن هاتف غالاكسي A80، حيث الهاتف أعلن عنه اليوم وسأعطيكم الخصائص الآن، وهذا سوف يكون آخر خبر. بيس. لقد خطئنا في التسريبات، لم نخطئ نحن بل الكل أخطأ. أنا هاتف اسمها A90، لأن ذي قد ينزل A80 سوف يحمل الكاميرا بوب أوبو التي تنطوي مثل الأوبو R3 كما قلت في الحلقة السابقة، حيث الكاميرا الخلفية هي أساس الكاميرا الأمامية. الكاميرا الخلفية 8.4 ميجا بيكسل وهي الأساسية، و 8 ميجا بيكسل للوايد أنجل و TOF كاميرا أو كما نسميها تايم أوف لايت. الهاتف سوف يدعم الواجهة سوني UI على نظام أندرويد باي، وسوف يكون الهاتف بدون هيدفون جاك أول مرة في سامسونج. الشحن اللاسلكي ليس لديها الشحن اللاسلكي ولديها شحن سريع 25 واط. سناب دراجون 730 وهذا معالج جديد أسرع من 710 بعشرين مرة. وأيضا الهاتف لديه 3700 ميلي أمبير. كما قلت لكم سناب دراجون 730، وهناك نسخة خاصة بالجيمينج وهي سناب دراجون 730 جي، المهم لن تتطرق لها. الشاشة هي 6.6 إنش وهي سوبر أموليد أظن. وهذا هو A80 هاتف ممتاز جدا، والثمن سوف يبدأ من $650 بسبب أن الهاتف لديه تكنولوجيات حديثة مثل البوب أب كاميرا والتي تنطوي. نتمنى أن تكون جيدة ولا تتعطل، ونتمنى أن تكون أداء الكاميرا ممتاز. وحسب ما سمعت الكاميرا سوف تكون لديها ديبس يعني بورتري في الفيديو كالبي 30 برو. الكاميرا البروفيشنال سوف يتم تنزيله عالميا في الجزء الثاني من هذا العام. نتمنى أن يكون سعره أقل في الدول العربية. وسوف ننتقل إلي الآن وقبل أن أقول لكم شيء يعني بيزا أو سيونارا من نسان، سوف أقول لكم أن تذهبوا أن تشتركوا في قناتي الآن، وأن تضعوا لايك، وأن تضعوا سبسكرايب في قناة صديقي عبد السلام متخصص في الحمام، لمن يريد أن يشاهد فيديوهات عن الحمام، كيف أن يربي الحمام، وكيف تفقس، وكيف الإطعام، وكيف التعامل مع الحمام. صديقي عبد السلام سوف أترككم لكم في رابط الوصف، وسوف أترككم لكم في التعليقات الرابط لكي تذهبوا إلى قناته وتدعموه، فهو يستحق الدعم كثيرا كثيرا كثيرا. المهم لن أطول عليكم، ستشاركون في قناته. وسوف أقول لكم شيء، لقد أردت أن أذهب للصيد لكن للأسف في المغامرة تحطمت القصبة الخاصة بي. سأريكم من أين تحطمت أهدره الآن، انتظروا. من هنا انظروا القصبة تكون هكذا،
يعني ليست مفتوحة. هنا المنطقة العليا التي تكون القصبة تطلع أصعد منها. هنا وهنا المنطقة السفلية كما ترون لقد تحطمت كما ترون المنطقة السفلية. وهذا شيء سيء جدا. هكذا لم أستطيع أن أصطاد، لن أستطيع أبدا. وهذا شيء سيء كما تعرفون. وسوف أصلحها وأريكم فيديو خاص كيف أصلح القصبة بطريقة الخاصة وقبل كل شيء. كما وعدتكم سوف أضع فيديوهات كثيرة في هذه العطلة قبل أن تأتي المدرسة. حتى لو جاءت المدرسة سوف أصور لكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وقناة عبد السلام، لايك، سبسكرايب. Peace.